طب إيه؟ سؤالك ايه عشان إيه؟ آه. سؤالي الان فضل. بلغنا وانا التثبت، الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين وتثبتوا، هذه بقى قراءه حلوه، فتبينوا فتثبتوا، ما اختلف رسم عثمان، تبين نفس المعنى. أن زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أنا أرجوك أستاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح. هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الكلام أستاذ عدنان لا يصح هذا الكلام. حسبي. لا أقبل بهذه الإهانات. لا حول ولا قوة. لا أقبل، أنت رجل دين، أنت رجل دين والناس تسمع. هذه استطاعات، لا أقبل أن تطاعات، أستاذ محمد، هذا الكلام لا أقبل به. أنت في منظرة علمية. أنا لا أقبل به، أنا لا أقبل به، هذا الكلام. شيخ صادق، شيخ صادق. يحترم مقدمات، أنا جالس هنا في مناظرة، في مناظرة علمية، والرجل رجل دين. يا شيخ عدنان، يستهزئ. لا أقبل بهذا الكلام. يا شيخ صادق. أنا لا أقبل بهكذا كلام. يا شيخ عدنان، من فضلك. شيخ صادق. يعني الانسان انسان يعني خلقه صالح، خلقه خلقه هو المقدم على 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 طرح العلمي على استفهامي. لا لا والله والله لن تتحدث. شيخ صادق، انت في مناظره علميه اليس كذلك؟ مناظره علميه بس فيها ادب. لا 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 في مناظره علميه لا يخل بالادب. لا انت لا يخل بالادب. انت غلطان يا شيخ صادق. لا عارف ليه؟ عارف ليه؟ لا يخل بالادب. عارف ليه؟ لانك انت على مدار الحلقات الماضيه لا انت ولا سليم هذا اتيتم بدليل ناصع على مهديك المزعوم. اسمع بس انا شيخنا طيري الحلقات الماضيه ما تكلمت ولا ما تكلمت والله ما تكلمت ما تكلمت لا خلص لا اصوات ما تكلمت ما تكلمت ولا مس. شيخ علي الهاشمي، شيخ علي الهاشمي مجتهد فقيه قال عنه دجال. تمام اسمع بس الكلام. اسمع محمد. اسمع استاذ محمد، انت الان حاولنا معك ان تبرع عائشه التي برأها الله بالقران عندنا عليه من الله دليل. الانبياء الانبياء اتهموا ايضا اتهموا بالدجل واتهموا بالانبياء. هذه ايها المسلمون والله ما فعلت ذلك الا عمدا وما اسأت الادب. سألته سؤال، فالتمتع عندهم سنة شرعية، فسألته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أرجوك رجاء، أنا ما قاطعك، هذا الكلام ليس، هذا الكلام ليس في، ليس مدار البحث، وأنت تقول أنا أبو مدار البحث. ما قاطعك يا شيخ صالح، أنا لا أقبل، أنت تقاطعني عندما تخرج، وأنا من حقي أن أقاطعك عندما تخرج من هذا المسجد. تفضل يا شيخ، تفضل. أنا لا أقبل هذا الكلام. خليه برا، خارج برا، خارج يهديك، خارج عايز يهديك يا شيخ صادق. كل سبب العلة، خلينا نسمع العلة بس، تفضل. أيها المسلمون، أرأيتم حميته لزوجة المهدي؟ أقل ما أقول ربما يكون مسلم بس مجنون. أرأيتم يا، وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا. أنا قلت له هل مارس فريضة عين عدنان؟ لا 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 تخاف، لا تخاف، ما اسمح لك، ما اسمح، أنا ما اسمح، أنا ما اسمح، يعني تسمع بسبب مسلم؟ لا يخرج، لا يخرج، لا يخرج، يخرج عن نقطة البحث. أنا في مناظرة، لا خارج عن نقطة البحث، لا خارج عن نقطة البحث، ما عندك من أدوات؟ لا خارج عن نقطة أستاذ محمد، هذا الكلام هذا تهرب، دعوا في وقت الكرام، هذا هروب، هذا هروب من المناظرة، هذا هو يعلم، هذا تهرب من المناظرة، هذا هروب، المحور المناظرة، محور علمي، هذا هروب من المناظرة. اسمعوا يا أخو، اسمع التعليل يا شيخ صادق، اسمع التعليل، تفضل. أنا طرحت سؤال استبياني، لم أتهم، معاذ الله، والله لو خرت الأخر من السماء ما أتهم. أما مجرد السؤال، مجرد السؤال عن زوجة النبي ثار، يا ليته ثار. ليس لا ليس لنا علاقة بهؤلاء، هؤلاء الذين نحن قلنا كلمة، نحن قلنا كلمة، يا ليته ثار. لكن جلس هكذا لما سمع ذاك الوغد الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة، فجلس هكذا، والله والله يا عمر لا يكون لي بينك وبينك شأن لأنكم ما تحضروا المقاطع. جلس هكذا، جلس هكذا، وقال إمامنا المهدي، إمامنا المهدي، دقيقتين أنت إمامنا المهدي، إمامنا المهدي منع، لاحظوا إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة، لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار، وأنا ما قلت يأتي بأمر شر، صار وغضب وجمجر. أما على أم المؤمنين فما رأينا قلنا سيد أهل زوجة سيد أهل البيت، قلنا قلنا فيها الذي قال أدعى أمير المؤمنين وانتهت المسألة. وقعت في فخ يا سيد صادق، وقعت في فخ، اي فخ وقعت في استاذ محمد؟ ايوه اي فخ، اي فخ، نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه. لا والله اي فخ، اي فخ، نحن قلنا، نحن منهجنا واضح وصريح، وقلنا في الحلقات السابقه على ان
الذي جرى لعائشة ونحن معتقدين به الذي فعله أمير المؤمنين عندما خرجت لقتاله أرجعها باحترام إلى دارها، وهذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله حفاظا على كرامة النبي، لأنها قد خالفت حتى الله سبحانه وتعالى، خالفت الله، الله أمرها وقرن في بيوتكن، هي خرجت لقاتل أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين ماذا فعل؟ لتقاتل أمير المؤمنين. نعم قاتلت أمير 20,000 20,000 فقط بسبب خروجها، بسبب خروجها على أمير المؤمنين سلام الله عليه. هل عائشة مؤمنة في خارج من إيمان؟ هذا ليس هو كنا نبحث عن أصحاب النبي والتكفير. هذا أنا ليس أحكم أيها المسلمون، أنا لست بحثنا والله أنا قاضيا حتى على هذا مؤمن وهذا قاتل. لو سمحت لم نخرج عن نقطة البحث، ليس السؤال الآن، عائشة هل خرج، هل هي مؤمنة في الجنة أم كافرة؟ تفضل دينار من التكفيري. ما بيدي مفاتيح الجنة حتى شفتوا نسيتها بالبيت مفاتيح الجنة. حي الله قبائل شمال سوريا حياها الله التي تراجعت عند عن التشيع عندما علمت حقيقة التشيع، استدرجوهم أول الأمر بكيس الجرز وكيس السكر وبحب أهل البيت، فلما تبين زيت في الكرتون أيوة فلما تبين لهم طعنهم بأم المؤمنين، لم نطعن اسمعوا يا منهجنا لم نطعن. هل هذا كلام باطل؟ أما أن هنالك أحاديث فصلت، أنا منهجي، أنت تخاطبني منهجي أنا شيخ عدنان، أنا منهجي أنا منهجي أنا مؤمن بالإمام أحمد الحسن الذي